فالإنسان إذا نوى عند الزواج أن يحصن نفسه من الحرام وأن يعف نفسه ويعف التي سوف يتزوجها، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بهذه النيات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. كان يحكي لي أحد إخواني أنه عندما تزوج لم يكن يشتري شيئا لأمه ولا لأبيه إلا القليل القليل، فلما تزوج وعندما خرج من بيته في أول خروجه أراد أن يشتري لزوجته أشياء، المرأة في البيت وهو يريد أن يشتري طعاما وثيابا، قال: فنويت في قلبي أنني يعني سآتي لهذه المرأة الأسيرة في بيتي بالطعام والشراب طاعة لله سبحانه وتعالى. والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول يعني المرأة اللقمة ترفعها في فم زوجتك لك عليها بها صدقة، وقال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي الرجل منا زوجته ويكون له أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. فقال هذا الرجل: أخي في الله، قال: والله لما نويت هذه النية وأنا أشتري لها الطعام والشراب كأني أشعر في قلبي بليلة القدر، وكأن الله سبحانه وتعالى أشعره بحالة إيمانية عجيبة. نسأل ربنا في هذه الليلة أن يزوج الشيخ محمود ويزوج الشيخ أحمد سامي وكل اللي ما تزوجش يتزوج، وإن ربنا وإن ربنا سبحانه وتعالى يرزق شباب المسلمين بالنساء الصالحات، ويرزق بنات المسلمين بالأولاد بالشباب الصالحين. عم الشيخ خالد برضه عمل ويرزق سيدنا الشيخ خالد انه يزوج اولاده كلهم ما يتزوجش هو. ان شاء الله يعني نختم قبل بدايه الليله لسه هتبدا، نختم بايات من الذكر الحكيم، لان احنا لسه شايلين النفحه بتاعه الليله في اخر الليله. نختم بايات من الذكر الحكيم قبل البداية، ختم قبل البداية لفضيلة الشيخ المقرئ الشيخ أحمد عبد المنعم من قراء الإذاعة المصرية، فليتفضل فضيلته مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ويجعل من يشاء عقيما إنه
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم.